رحلة طويلة من الفن والإبداع، ورحلة أظن أنها رحلة جميلة. النهاردة أنا اتفرجت على فيلم فوتوكوبي، بطولة النجم الفنان الكبير أستاذ محمود حميدة، والحقيقة أنه فيلم جميل. أتمنى من كل المشاهدين أن هم يدخلوا يتفرجوا عليه، وموجود الآن في دور العرض، وفيلم مؤثر. وزي ما قلت الأستاذ محمود، أنا بكيت وضحكت وحسيت، وهو ده السينما. السينما هي مشاعر، وفكرت كمان، وأظن أن هو ده بيكون الهدف من الفيلم. أستاذ حميدة أهلا بيك. أهلا وسهلا. أنا سعيدة جدا حضرتك مشرفنا. والله حضرتك اللي أسعدتني بالكلام ده فعلا يعني فعلا. وانت بتتفرج على الكليب ده وقلت لي ده وانا صغير، انه فيلم منه الاقرب لقلب حميده؟ انه الفيلم الاقرب لقلبك؟ ما اعرفش اقول يعني، ما لكل فيلم ركن خاص بيه، خاص بيه ومحبوب، محبوب جدا. وان كان يعني اثره عند السيد الجمهور مختلف غير اثره عندي، بس يبقى ان كل فيلم له الركن الخاص بيه وبحبه. وانا ما بشتغلش حاجة الا اذا حبيتها اولا، يعني لازم احب العمل عشان اخلص له، اقدر اخلص له، يبقى في اخلاص في العمل. انما لو ما حبيتوش لا يمكن اعمله. بتحب محمود حميدة الصغير ولا بتحب محمود حميدة الان؟ لا الان طبعا، عشان ما عنديش خيار اخر. بس انت بتتفرج على نفسك كده وانت شاب بقى. قلت الله انا كنت صغير. دون جوان كده، جو زي ما بيقولوا في السينما. خلاص ايام معدت بقى، كل وقت وليه ادان. بتقلق من الزمن؟ لا خالص. لا لا، الشعر الابيض وكده ما بيقلقكش؟ لا 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 خالص.